بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 130. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الليلة يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. مستمعينا الكرام، سوف تستمعون في هذه الحلقة إن شاء الله لعدد من الإجابات، أولها جواب عن سؤال من المستمعات ميم صاد الكثيري وأخواتها من جدة، يسألنا عن غطاء الوجه في الحج والعمرة، ثم سؤال آخر لهن عن الدعاء في الطواف ما هو. بعد ذلك سؤال من المستمعة بولغيثي رشيدة من الجزائر، تسأل ماذا على من صلى الظهر خمسا من غير قصد، ثم سؤال لها أيضا عن معنى الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر. بعد ذلك سؤال ثالث لها عمن نزل عليها دم الحيض قبل أذان المغرب وهي صائمة. ثم يجيب فضيلة الشيخ عن سؤال للمستمع سعيد عثمان من السودان الخرطوم، يسأل عن حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ثم يسأل عن تفسير قول الله تعالى يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به. في آخر أسئلته يسأل عن صلاته بالتيمم وعليه جنابة لأنه نسي أنه عليه حدث أكبر حينما دخل المسجد. بعد ذلك سؤال من الأخت فاء عين نون عما يجوز وما يجب في السجود من الأدعية وبعد التشهد، ثم سؤال لها أيضا كيف يتوضأ من أحدث، هل يغسل عورته أم يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. ثم سؤال ثالث للأخت فاء عين نون عمن ترك سنة بعد فعلها مدة، هل عليه إثم في ذلك؟ وسؤال آخر لها عن صلاتها وهي مستحاضة أو تخشى أن تكون مستحاضة. ثم في سؤالها الأخير تقول هل يشترط إذن الوالدين في صيام التطوع وهل يطاعان في تركه؟ بعد ذلك يجيب فضيلة الشيخ عن سؤال للمستمعة جميلة الحويطي من قرية العمود، تطلب فيه تفسير قول الله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وفي سؤال آخر لها تقول هل ترك الحائض لقراءة القرآن يعد هجرا له؟ وبعد ذلك تسأل عن تفسير قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وبعده أيضا تطلب تفسير الآية الأخرى من سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. بعد ذلك رسالة من المستمعة أم أحمد من جدة، تسأل في أولها عن زيارتها لقبر أمها وقراءة القرآن عنده وقراءة القرآن لأرواح الأموات. بعد ذلك سؤال لها تقول فيه هل يشعر المتوفى بمن كان يحبهم في حياته فيفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم. بعد ذلك تسأل هل يشترط في الصدقة الجارية إخفاؤها. ثم آخر أسئلة الحلقة من المستمع من الأردن، يسأل عن زيارة قبور الأولياء بقصد التبرك وتسمية المواليد عليهم وعمل الولائم بتلك المناسبة. فإلى أول أسئلة هذه الحلقة، أول رسائل هذه الحلقة من الأخوات المستمعات ميم صاد وباء صاد وخاء صاد الكثيري من جدة، بعثنا سؤالين، أولهما ما حكم غطاء الوجه في أثناء العمرة والحج؟ تقول علما بأننا قرأنا في بعض الكتب أنها محرمة ومن فعلها فعليه الفدية، ولكن في الحرم تزدحم الرجال وخاصة في الطواف والسعي وعند الصلاة، فهل علينا أن نسدل أغطيتنا إذا صلينا؟ بل فهل علينا أن نسدل أغطيتنا وإذا صلينا وأمامنا رجال، فهل نسدل الغطاء في الصلاة وإذا سجدنا نرفعه؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. المرأة المحرمة لم تنهى عن تغطية وجهها مطلقا، وإنما نهيت عن تغطية وجهها بالنقاب ومثله البرقع، لأن هذا مخيط على قدر الوجه. وأما تغطية وجهها بالخمار أو بالثوب عند الرجال
الذين ليسوا من محارمها فهذا أمر واجب عليها في الإحرام وفي غيره، وفي الصلاة وفي غيرها إذا كان عندها رجال ليسوا من محارمها. والدليل على ذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال أدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. كان هذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب. نعم، أحسن الله إليكم. وإذا صلت وعندها رجال أيضا ليسوا من محارمها فإنها تغطي وجهها في الصلاة، وإنما تكشف وجهها في الصلاة إذا كانت بغير حضرة رجال أجانب. نعم، أحسن الله إليكم. تقول الأخوات: قرأنا في الكتاب الذي فيه أدعية الحج والعمرة في أثناء الطواف والسعي، فسمعنا الناس يقولون هذه بدعة، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحا فهل يجوز لنا أن نقرأ أي كتاب فيه دعاء أو نقرأ القرآن في أثناء طوافنا أو سعينا؟ وإذا كان لا يجوز ذلك، فإننا إذا قرأنا القرآن الذي نحفظه أو دعونا بما نريده فإننا لا نكون خاشعين مثل ما نكون عندما نقرأ الكتاب، وجهونا ماذا نعمل جزاكم الله خيرا. الدعاء في أثناء الطواف مستحب للأدعية الشرعية وليس هو بواجب، ولا يتعين دعاء مخصوص، فالكل مسلم يدعو بما تيسر له من الأدعية، وإذا كان معه أدعية مكتوبة فلا بأس أن يقرأها، لأن هذا مما يعينه على الدعاء ويذكره به، لكن لا يكون بصفة جماعية أو يكون برفع صوت يشوش على الطائفين. نعم، السلام الله عليكم. المستمعة بولغيثي رشيدة من الجزائر بعثت 3 أسئلة، تقول في أولها: ماذا يجب على الإنسان الذي ارتكب خطأ في الصلاة من غير قصد؟ فصلاة الظهر 4 ركعات وهو صلاها 5 ركعات، فماذا يجب عليه أن يفعل؟ إذا زاد في الصلاة شيئا من جنسها، كأن زاد ركعة 5 في الرباعية ساهيا، إن صلاته صحيحة، ولكن عليه أن يسجد للسهو عن هذه الزيادة، يجب عليه أن يسجد للسهو عن هذه الزيادة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وفعله عليه الصلاة والسلام. نعم، السلام الله إليكم. تقول في سؤالها الآخر: ما معنى الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر؟ الطهارة من الحدث الأكبر هي الاغتسال بجميع البدن بنية رفع الحدث، كالاغتسال من الجنابة والاغتسال من الحيض والاغتسال من النفاس. وأما طهارة من الحدث الأصغر تكون بالوضوء، كالوضوء من خارج من السبيلين والوضوء من نواقض الوضوء المعروفة، هذا هو الطهارة من الحدث الأصغر، طهارة من الخارج من السبيلين والطهارة من النوم المستغرق إلى غير ذلك. نعم، جزاكم الله. في آخر أسئلتها تقول: كنت صائمة في شهر رمضان، وقبل أذان المغرب ب5 دقائق نزل علي الدم، دم الحيض، فهل يعتبر صيامي صحيح أو لا؟ وماذا يجب علي جزاكم الله خيرا؟ إذا المرأة الصائمة إذا نزل عليها الحيض قبل غروب الشمس فإن صومها يكون غير صحيح، يبطل بخروج دم الحيض لأنها لم تكمل هذا اليوم، عليها أن تقضي بدله. نعم، جزاكم الله. هذه رسالة من المستمع سعيد عثمان من السودان الخرطوم، بعث فيها عددا من الأسئلة. يقول في أولها: ما صحة هذا الحديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله؟ الحديث معروف ومعناه أن من أحسن إليك تشكره بقدر إحسانه، وأما شكر الله جل وعلا فهو واجب، والله جل وعلا يشكر على جميع نعمه العظيمة، الشكر بحق الله نوع من أنواع العبادة، والشكر للمخلوق على قدر إحسانه يكون من باب المكافأة والتشجيع له على فعل الخير. نعم، في سؤاله الآخر يقول: ما تفسير قول الله جل وعلا: يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به؟ هذا يوم القيامة، ويوم القيامة له أهوال عظيمة يشيب منه الصغار الذين ليس من عادتهم أن يشيبوا، يشيبوا من شدة هوله وشدة فزعه، وكذلك السماء تتشقق وتتفطر على قوتها وصلابتها، فإنها تتفطر في هذا اليوم وتتشقق. نعم،
أحسن الله إليكم. في آخر أسئلته يقول: كنت ذاهبا إلى المسجد لصلاة الصبح، وعند وصولي وجدت أن الصلاة قد أقيمت، فتذكرت بأنني كنت على غير طهارة وأن علي الحدث الأكبر جنابة، فتيممت ودخلت الصلاة، فهل يعتبر هذا العمل صحيحا أم لا؟ هذا العمل غير صحيح، لأنك لم تتطهر من الجنابة، والتيمم لا يكفي عن الطهارة بالماء إلا عند عدم الماء أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه، وأما القادر على الماء فإنه لا يصح منه التيمم، بل لا بد أن يتطهر بالماء، فصلاتك غير صحيحة، فعليك أن تتطهر من الجنابة وتعيد الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. المرسلة فاء عين نون بعثت رسالة فيها عدد من الأسئلة، تقول في أولها: هل يتخير الإنسان ما شاء في السجود، سجود الصلاة أي من الدعاء، أم يجب عليه أن يقول سبحان ربي الأعلى، وكذلك بعد التشهد هل يدعو بما شاء من الدعوات؟ نعم، قول سبحان ربي الأعلى في السجود هذا واجب مرة واحدة، وما زاد عليها فهو مستحب، ويستحب له أيضا أن يدعو ويجتهد في الدعاء، قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم، ويدعو بما تيسر من الأدعية النافعة له ولعموم المسلمين، هذا هو الدعاء في السجود، فهو مستحب، ويدعو بما تيسر من الأدعية الجامعة النافعة، ويجتهد في ذلك، لأن هذا من مواطن إجابة الدعاء. نعم. الله إليكم. تقول في سؤال آخر: إذا توضأ الإنسان للصلاة وصلى، ثم بعد فترة أحدث، فهل يجب عليه البدء في وضوئه للصلاة التي تليها، وذلك بغسل عورته، أم يبدأ بالمضمضة والاستنشاق دون غسل العورة؟ إذا كان خرج منه شيء من السبيلين غير الريح كالبول والغائط، فإنه يجب عليه الاستنجاء قبل الوضوء، يجب عليه الاستنجاء قبل الوضوء، وأما الريح فليس لها استنجاء، وأما إذا لم يكن خرج منه شيء أصلا فإنه يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، لأن الوضوء هو غسل الأعضاء المشروع غسلها، وأما الاستنجاء فإنما يفعل عند ما يخرج من الإنسان شيء غير الريح. نعم. الله عليكم. في سؤالها قبل الأخير تقول: ما حكم الاستمرار على سنة ثم تركها بعد ذلك، هل يعتبر الإنسان آثما به، وهل يجب عليه الاستمرار في سنة إذا بدأها كصيام الاثنين والخميس وقيام الليل وصلاة أربع قبل العصر ونحو ذلك؟ السنة بمعنى المستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فلا حرج في ترك السنة، ولو كان قد داوم على فعلها لا حرج عليه في تركها، لأنها ليست واجبة، وكونه يستمر عليها هذا أفضل وأحسن على ما اعتاده من الخير، أحسن لئلا يتكاسل ولئلا يتباطأ عن فعل الطاعة. فالسنن المستحبة يجوز فعلها ويجوز تركها، والمداومة عليها أحسن إذا اعتقد أنها مستحبة ولم يعتقد أنها واجبة. نعم. فهمكم الله. تقول في سؤال لها أيضا: فتاة لم تأتها الدورة الشهرية في أحد الأشهر، وفي الشهر الذي يليه جاءتها مرتين، الأولى استمرت معها كالعادة 6 أيام، وفي المرة الثانية استمرت معها 8 أيام، فاغتسلت في اليوم السادس وصلت في اليومين الأخيرين، تقول: إني الآن خائفة لأن الثانية ربما تكون استحاضة، وأنا لم أصلي في تلك الفترة ظنا مني أنه حيض، فإذا كانت استحاضة فماذا علي، لأني تركت الصلاة وأنا أعترف بالإهمال، إذ لم أحاول أن أسأل أحد علمائنا الأفاضل، لكن الذي طمأنني أني قرأت أن أقل الطهر بين الحيضتين هو 13 يوما بلياليها، أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا. إذا كان الواقع ما ورد في السؤال فإن الفترة الثانية تعتبر من الحيض، إذا كان أتاها الدم مثل ما كان يأتيها في زمن العادة، وبين الفترتين وقت وفاصل من الأيام، فإنه يعتبر الدم الثاني حيضا، لأن العادة تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص، فإذا جاءتها فإنها تجلس. أما إذا كان ما أتاها الفترة الثانية
إنما هو مجرد صفرة أو كدرة وليس هو في محل في وقت العادة فإنها لا تلتفت إليه. بقول أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم. جزاكم الله. سؤالها الأخير تقول: أحيانا أصوم الاثنين والخميس ولله الحمد والفضل، لكن قالت لي والدتي: كيف تصومين وأنا وأبوك غير راضيين عنك، فهل علي إثم؟ وهل يجب استئذان الوالدين في صوم التطوع؟ ويقول: تقول الوالدة بسبب رفضها إنها تخاف على صحتي بالرغم أنني معافاة وبصحة جيدة ولله الحمد. على كل حال، إذا لم يكن على الوالدين ضرر في صيامك أن يعني تقصري في حقهما أو في خدمتهما، فلا بأس أن تصومي، وعليك أن تقنعي والدتك بأنك تستطيعين الصوم وأنك تريدين الأجر والثواب، ولا أظنها تمانع في ذلك إن شاء الله. نعم. سأل الله إليكم. المرسلة جميلة الحويطي من قرية العمود بعثت عددا من الأسئلة أيضا، تقول في أولها: ما تفسير قول الله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون؟ هذا تهديد لأهل النار بأن يتميزوا عن أهل الإيمان ويفرق بينهما، فيكون أهل الإيمان في الجنة والنعيم، ويكون أهل النار في العذاب والشقاء الدائم والعياذ بالله. نعم. جزاكم الله. تقول في سؤال آخر: نعرف أن الحائض إذا حاضت لا تقرأ القرآن، وقد تكون تترك القراءة فوق 3 ليال، فهل يعتبر هذا من هجر القرآن؟ هذا لا يعتبر من هجر القرآن، لأنها تركته لعذر وهو الحيض، لا يعتبر من هجر القرآن. نعم. سؤال قبل الأخير تقول: ما تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا؟ هذه الآية نزلت بسبب ما كان اليهود يقولونه للرسول صلى الله عليه وسلم: راعنا، يظهرون أنهم يطلبون منه أن ينظر إليهم وأن يرفق بهم حتى يفهموا الكلام، ولكنهم في الحقيقة يقصدون معنى آخر وهو الرعونة، يعرضون بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه أرعن. هذا من باب استعمال اللفظ بغير ما يظهر منه. الله نهى المؤمنين عن هذه اللفظة التي كان اليهود يستعملونها لمعنى سيء، نهى المؤمنين وإن كانوا لا يقصدون هذا المعنى، لكن ذلك من باب البعد عن مشابهة اليهود، فقال لهم: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وقولوا انظرنا أي انتظرنا حتى نفهم، وغير ذلك من معنى الكلمة. وهذا فيه دليل على قاعدة سد الذرائع، الشيء وإن كان مباحا إذا كان يفضي إلى أمر محرم فإنه يكون ممنوعا من باب سد الذرائع. نعم. أثابكم الله وأحسن إليكم. في آخر أسئلتها تقول: أرجو تفسير قول الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ الكافر ينكر البعث ويعترض على الله جل وعلا بأن هذا مستحيل ولا يمكن، إذا صارت العظام استحالت إلى رميم وإلى تراب كيف تعاد؟ الله جل وعلا رد عليه بأنه خلقه أولا من عدم، فكيف ينسى خلقه من عدم وابتداء خلقه وينكر إعادة الخلق؟ ولا شك أن القادر على البدء قادر على الإعادة من باب أولى. هذا معنى قوله وضرب لنا مثلا، أي أنه جاء بهذا المثال ليستدل به على استحالة البعث. الله جل وعلا يقول هذا ليس بمعتبر في حق الله جل وعلا، فإنه قادر على كل شيء، فكما بدأ خلق الإنسان قادر على إعادته من باب أولى وأحرى. نعم. سأل الله إليكم ونفع بعلمكم. المرسلة أم أحمد من جدة بعثت عددا كثيرا من الأسئلة، تقول في أولها: توفيت والدتي رحمها الله وأنا مسافرة، فهل يجوز لي إذا رجعت من سفري أن أزور قبرها وأقرأ لها القرآن عنده؟ تقول: وماذا أقول قبل قراءة سورة من القرآن على روح والدتي المتوفاة؟ وهل هناك سورة معينة تقرأ على روح من مات؟ أولا، المرأة لا يجوز لها أن تزور القبور، لا قبر أمها ولا غيره، قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، في رواية: زائرات القبور، والمتخذين عليها
المساجد والسرج، واللعن يقتضي أن زيارة المرأة للقبور أنه كبيرة من كبائر الذنوب، مثل اتخاذ المساجد على القبور لأن هذا من وسائل الشرك، ومثل اتخاذ السرج والإنارة على القبور لأن ذلك من وسائل الشرك. فهذه الأمور كلها محرمة شديدة التحريم، ومنها زيارة المرأة للمقابر. إنما زيارة القبور خاصة بالرجال، وأما قراءة القرآن للميت فغير مشروعة لأنها لم يرد بها دليل. ولكن المشروع أن يستغفر للميت ويدعى له بالرحمة والمغفرة، هذا هو المشروع، والصدقة عن الميت والحج والعمرة عن الميت، هذه هي الأمور التي وردت بها الأدلة أنها تنفع الميت. أما قراءة شيء من القرآن لروح الميت أو بنية الثواب للميت فهذا غير مشروع لأنه لم يرد به دليل، والعبادات توقيفية فدارها على الدليل. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: هل يشعر المتوفى بمن كان يحبهم في حياته فيفرح لفرحهم ويتأثر لغضبهم؟ الله أعلم، هذا من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله، ولا يجوز القول فيها بغير دليل. نعم. بسؤالها قبل الأخير تقول: نويت دفع مبلغ معين للمشاركة في بناء مسجد صدقة جارية لأمي المتوفاة، فهل يصح ذلك؟ وهل كلما زاد المبلغ زاد الأجر؟ وهل إذا علم أحد بما فعلت يضيع الثواب، أم أن الصدقة الجارية لا يشترط أن أفعلها في الخفاء؟ ثم إني أحب ذكر نوع آخر من أنواع الصدقة الجارية، جزاكم الله خيرا. نعم، المساهمة في بناء المسجد ينال صاحبها من الأجر بقدر ما أسهم في ذلك، سواء كان قليلا أو كثيرا. وإذا أسهمت السائلة في بناء مسجد تريد ثواب ذلك لوالدتها، فإن هذا عمل صالح ويكون من الصدقة الجارية، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولا يضرك إذا علم أحد بإسهامك في بناء المسجد إذا لم تقصدي المراءاة بذلك، وإنما الناس علموا وأنت لم تقصدي بذلك مراءاتهم، فهذا لا يضر إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. مستمع من الأردن لم يذكر اسمه يقول في سؤاله الأول: نعلم أن الاستغاثة بالقبور وطلب الغوث من أهلها هو من الشركيات، وهناك في قريتنا أناس عندما يولد لهم مولود ذكر أو أنثى فإنهم يذهبون في تمام 40 يوما من ولادته، يذهبون به إلى القبور وما يسمى بالولي أو الصالح، ويعملون هناك الأكل والشرب من شاي وغيره، ويقومون بوضع الشجر الأخضر على القبر، ويأخذون من تراب القبر، وعند العودة يعملون وليمة تسمى عشاء الموتى، وعندما يذبحون يقولون: هذه للولي فلان، ويسمونه باسمه. السؤال: ما حكم هذه الزيارة، وما رأيكم في هذا العمل وفي هذه الوليمة التي يقصد بها الولي، أثابكم الله؟ هذه الزيارة بهذا القصد زيارة بدعية محرمة، وهذه الأعمال من وضع الأشجار